ثلاثة ثواني كتوصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة. حيت كيجري الفهد بهاد السرعة كترتفع الحرارة ديال الجسم، وإلا مشى حتى زاد جرى أكثر من جهدو ممكن يجي تلف في الدماغ. كيتعتبر الفهد أسرع حيوان بري في هاد الأرض، كيوصل حتى لسرعة 120 كيلومتر في الساعة. غير الفصالة والشكل ديالو باش مخلوق يبين ليك. كتولد نتواد الفهد في الغالب 3-4 الجراء، وكيخصها ديما تبقى حاضيهم وتشبعهم اللحم. داكشي علاش كل مرة كيتكلم الجوع كيخصها تنوض تقلب باش تحيدو.